حفلات اتحاد شبيبة الثورة وذكرى حرب تشرين التحريرية، قام المهندس حسين مخلوف محافظ ريف دمشق والسيد محمد بخيت أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي بجولة تفقدية على مركز إيواء المجمع التربوي بضاحية قدسية، تم خلالها توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية لمساعدة الأطفال في متابعة تحصيلهم العلمي. قبل بدء العام الدراسي بأسبوع قامت المنظمة بتجهيز 60 مدرسة قد تعرضت للتخريب بالتعاون بين مديريات التربية وفروع الشباب بالمحافظات، ويشاركون اليوم توزيع 1000 حقيبة مدرسية على الأماكن الإيواء، على مراكز الإيواء وعلى المدارس الفقيرة وعلى الأحياء والطلاب الفقراء. نوصل لهم رسالة أنه نحن ما بنقبل ولا طفل ولا شاب سوري أنه يكون هو خارج مدرسته، لأنه هن اللي بدهم يبنوا الوطن وهن اللي بدهم يساهموا في إعلاء كلمة سوريا عاليا. ثم تابع المحافظ جولته لتفقد إحدى المدارس التي كانت مركزا للإيواء بعد نقل المقيمين فيها لمركز آخر لإعادة تأهيلها وتجهيزها وافتتاحها من جديد كمدرسة لاستقبال التلاميذ في بداية الأسبوع المقبل. طبعا نحن في المحافظة نقوم بتأمين سلل غذائية وسلل صحية وأيضا خدمات صحة، ونسهر على راحة القاطنين في هذه المراكز ضمن إطار دعم مراكز الإيواء بكل أسباب الحياة اللائقة والكريمة. نولي نحن بالتعاون مع رفيقنا المحافظ مراكز الإيواء كل الرعاية وكل الاهتمام، ونقول للعالم أجمع أن سوريا منتصرة، سوريا هذه هي رسالتها العلم والمعرفة ومحبة الوطن وتربية الأبناء. الإجراءات هذه كلها التي تقوم بها الحكومة هي خير دليل على انتصار سوريا في حربها ضد من يحاول نشر الجهل في شعب أبي أبدع الأبجدية الأولى للعالم.